طبعا هاي فتات الراس، أكلة طيبة ولذيذة، جربوها ما بتندموا. شايفين أحلاها ما شاء الله، قدامها مخلل وبصل، وهي هاي سلطة الراس كمان طيبة ولذيذة باردة ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندي أنا 3 روس مسلخين ومضاعف، غسلتهم منيح وسلقتهم وكبيت ميتهم، وهلا رديت حطيت لهم مي سخنة. شايفين شلون؟ لا زفرة ولا شيء طلعت لهم ما شاء الله، لأنه كبيت أول وجبة المي، رديت حطيت مي سخنة، حطيت لهم مي سخنة، وهلا بدي أحط لهم البهارات تبعتها. طبعا هون في بهارات بقلبها، هلا بكتب لكم على صندوق الوصف. شرايح ليمون تنتين، ورق غاز طبعا، وبصلي انا بحط لها كمان عشان يعني تعطيها نكهه طيبه للمراه. هي بصلي، وهلا ملح بلح حط لهم لاخر شيء، ورشه فلفل صغيره، معلقه صغيره فلفل كمان. انا حاطه فلفل حب طبعا بقلب البهارات وقرنفل هيك. هلا بدي سكر الطنجره واتركها تقريبا ساعة. ما شاء الله شايفين راح نيفة ما شاء الله عليه، تفرجوا عليه، بعد ساعة راح نيفة. لسه والراس بدي اعمل هلا سلطة الراس طيبة. سلطة الراس طبعا بحط ملح وفلفل، هي على البارد طبعا. وهلا بدي احط شوية بصل، ولو في بصل اخضر اطيب، بس ما عندي بصل اخضر، بيمشي حاله بصل. بدي احط له طبعا ليمون، والطيبة الليمون. وهلا بدي احط بندورة مع شوية بقدونس، بدي اخلطهم شوية كمان. طيبة هاي كتير السلطة الراس. وهلا بدي احط البندورة طبعا، بهالطريقة. وهلا بدي زينها. الليمون عليها بهالطريقة، هي طيب الليمون معها كتير بهالطريقة. هي جاهزة صارت السلطة تبعنا. طبعا بدي اعمل الصوص تبع فتة الراس. انا حاطة ملح للثوم، وهي التومات 4 فصوص ثوم حاطة تقريبا بقلبها، وتقريبا 3 معالق طحينة، وتقريبا عصر ليمونة أنا بقلبها، هاي ليمونة. وهلا بدي أخفقهم مني، جهز الصوص تبع الفتة، أي فتة بهالطريقة بدها، فتة حمص، فتة دجاج، فتة مقادم، أي فتة بهالطريقة بتصير الصوص تبع الفتة. طبعا انا مأمر الخبز تقميه بالميكرويف، يعني مأمرته مو مقليته بالزيت. اللي بده بيقلي بالزيت، في ناس بتقلي بالزيت، لا انا صحي عشان اكون صحي بقلي مأمرته تقمير شيء انه نشفته بالميكرويف. وهلا بدي احط مرقة الراس، غطي
يعني حطه على الجار على الخبز. طبعا تشتش الخبز من مرقة الراس. هلا بهالطريقة بنحركهم عشان يتشتشوا. أكلة طيبة كثير كثير طيبة هاي الأكلة. وهلا بدي كبت الصوص اللبن فوق منها. هذيك بهالطريقة عشان يكون اللبن. طرية وهيك يعني سهلة على المعدة خفيفة. نحط هيك الراس الخروف طبعا بهالطريقة لحمة الراس. بهالطريقة نزينها. شوية رمان هيك كمان حامض بحترها عليها. مزرعة حلو بيجي ما شاء الله. فتة طيبة ولذيذة. جربوها بهالطريقة طيبة طيبة ما شاء الله تبارك الله. طبعا هم الحمص احنا بالسمنة. فهلا طريقتنا السمنة شوية لوز بهالطريقة. معلقة سمنة وشوية لوز حاطة. هلا بدنا نكب ساعتين وقفتها ما شاء الله. هاي القصة اللي بدنا اياها 12. تبارك الله شايفين منظرها شو بشحن. أكلة طيبة ولذيذة ما شاء الله عليها. لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعم القناة وبالعافية علينا وعليكم. والدعم طبعا بدها مخلل طيبة. الدعم هالمخلل هي هالأكلة بدها مخلل. الدعم مخلل بصل أخضر أو بصل أبيض. وآمنة سلطة الراس كمان أنا ما شاء الله شايفين سلطة الراس أحلاها. أكلة باردة هي سلطة الراس. أما هي سخنة طبعا طيبة ولذيذة. جربوها ما بتندموا. بالعافية علينا وعليكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعم القناة. يعطيكم الصحة والعافية. وبالعافية علينا وعليكم.